السلام عليكم، هذا فيديو جديد. اليوم عندنا حالة أونيكومايكوسيس اللي هي التهاب فطري للأظافر، عادة في الأظافر متاع القدمين. نشوف المريضة هذه، نشوف حالة متفاقمة جدا، وتشوف شكل الظفر كيف موالي، والظفر الثاني بالشكل هذا أيضا، وبعدين نشوف الأظافر الثانية حتى ما نصير لهم نفس التغير. طبعا المريض عادة يجد صعوبة في تقليم الأظافر، فهذا على شيء يجي للعيادة. والمريضة جاية اليوم للسبب هذا، لأن عندها صعوبة في تقليم أظافرها، فجاية ضد فينا احنا نقدم لها الأظافر. الحاجة الثانية برضو أن المريض عنده زي ما نقول احنا ضنين أو تشوه في العظام بتاع القدمين نتيجة لبس الأحذية الضيقة، فتشوف أن الصبع الكبير هذا مايل بدرجة كبيرة جدا، المفروض بيكون مستقيم بالشكل هذا بس هو مايل بالشكل هذا، وهذا يسبب ضغط على الأصابع الثانية تصير إنهم يرتفعوا بالشكل هذا، لأن ما فيش مكان في الحذاء باش يحتوي كل الأصابع. وشكرا.